أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. أصدر المجلس المحلي لمدينة جسر الشغور في ريف إدلب الغربي في سوريا بيانا قال فيه إن المدينة أصبحت منكوبة بشكل تام بسبب الضربات المكثفة التي تتعرض لها من قبل مقاتلات الأسد وحليفته روسيا. وأضاف المجلس أن الحياة داخل المدينة توقفت بكل أشكالها بسبب هجرة المدنيين منها نتيجة الضرر الكبير الذي أصاب المرافق الخدمية من مياه وصرف صحي ونظافة وتردي أحوال المشافي وابتعاد المنظمات الإنسانية عن العمل بداخلها. أعلنت الأمم المتحدة تحرير 36 أزيدية من الرجال والنساء والأطفال من أفراد داعش الإرهابي أسروهم منذ أكثر من 3 سنوات. وأوضحت الأمم المتحدة أن الأزيديين المحررين نقلوا إلى مراكز الأمم المتحدة في محافظة دهوك شمالي العراق دون ذكر تفاصيل احتجازهم أو طريقة تحريرهم. قتل 3 أفراد من قوات الشرطة المصرية وأصيب 5 آخرون بجروح في هجوم بالرصاص شنه متشددون على دورية أمنية في حي المقطم في العاصمة القاهرة بحسب بيان للداخلية المصرية. وأضاف البيان أن متشددين يستقلون سيارتين أطلقوا النيران على القوات التي بادلتهم إطلاق الأعيرة النارية. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده للقاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون رغم أسابيع من التصريحات النارية المرتبطة بالخلاف مع كوريا الشمالية. وأضاف ترامب خلال تصريحات له لوسائل إعلام أمريكية أنه إذا كان مناسباً أن يلتقي بزعيم كوريا الشمالية فإنه على استعداد لذلك، بل سيشرفه ذلك على حد تعبيره. أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيراً بشأن السفر إلى أوروبا وطالبت مواطنيها بأخذ الحيطة والحذر من التهديد المتواصل من هجمات إرهابية في أنحاء أوروبا. واستشهدت الخارجية الأمريكية بأحداث وقعت مؤخراً في فرنسا وروسيا والسويد وبريطانيا لافتة إلى أن تنظيمي داعش والقاعدة لديهما القدرة على التخطيط وتنفيذ هجمات إرهابية في أوروبا. احتفظ فيلم الحركة The Fate of the Furious بصدارة إيرادات السينما الأمريكية للأسبوع الثالث على التوالي، محققا إيرادات بلغت 19 مليون و400 ألف دولار، بينما جاء في المركز الثاني الفيلم الكوميدي الجديد How to be Latin Lover بإيرادات بلغت 12 مليون دولار. نهاية الموجز، إلى اللقاء.